الأصالة والتراث، هكذا يتجدد بكم اللقاء في استمرارية انطلاقات ختامي الوثب السنوي الكبير. هكذا يسير شوط جديد من أشواط الخير والبركة، وهو شوطنا الثاني عشر، يضم نخبة من الأبكار، اللقاء أو من الجعدان، المهجرات، الأسايل، نسير عبر هذا النقل الحي والمباشر من قناة يأس الرياضية وقناة دبي ريسينج والغنوات الناقلة لهذا الحدث الهام والكبير. أسير إلى مقدمة الشوط وإلى الصدارة الأولى، وهنا على المقدمة يتقدم في هذه اللحظة ياتينا الواصل لسلطان بن علي بن رشيد الاكتبي، يتقدم على مقدمة الشوط ليعلن هذه الانطلاقة، بينما النقلة مباشرة إلى المركز الثاني. يتقدم من الجانب الآخر، ياتي في هذه اللحظة ويتقدم هذا شعار بن فالح، يقدم لنا عزام فالح بن ياسر بن فالح الشامسي على مستوى المركز الثاني، بينما نقلتنا إلى المركز الثالث لأتابع الوصول في هذه اللحظة من سيد وعتيج بن سالم بالعرطي الحمير المتمر وشعاره، يأتي بهذا الانطلاق على المرتبة الثالثة، بينما ننتقل إلى المركز الرابع لأتابع اللي قادم، ليأتي هنا وبران بخيت بن حمد بن سالم البلوشي، يأتي على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس يا هيم الأسماء، يتقدم رسال جابر بن حسين بن مسعود بابي على مستوى المركز الخامس، بينما في المركز السادس يأتي في هذه اللحظة أيضا هذا هو مهول راشد بن حمد بن علي العويسي مضمر نجوم الخمسة، يتقدم على مستوى المركز السادس، بينما في سابع المراكز هذا الفاتن عبد الله بن صالح بن نخير الجنيبي، يتقدم إلى المركز السابع، بينما في المركز الثامن يأتي في هذه اللحظة ويتقدم اللي هو الوسمي 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 راشد بن بخيت بن علي بن مقارح المري، يأتي على مستوى المركز الثامن. المركز التاسع الرهاوي ناصر بن سالم بن سليمان الدحاني، وصلوا أهالي الباطنة. المركز التاسع دخول بدا في هذه اللحظة من رعد السهيل بن مبارك بالقرين العامري، بينما في عاشر المراكز هناك يأتي لهب خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. هذه النتيجة، هكذا ندائنا للعشر المراكز الأولى، بينما أسامي وشعارات وكمية هائلة قادمة من شتى ميادين مجلس التعاون الخليجي الكبير لختامي الختاميات، لختامي الختاميات الذي ينطلق في ميدان الوثبة في عاصمة الإمارات في عاصمة الميادين. الله، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على هذه المعركة. ولكن عودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى الصدارة الأولى، إلى المقدمة في هذه اللحظة. هنا معركة الإذاعة، معركة الإذاعة يا هي من يا هو من إبداع في صباح هذا اليوم. ولكن هنا في مقدمة الشوط اللي تشاهدون اللي تشاهدون هذا هو عزام فالح بن ياسر بن فالح الشامسي آلي زاخر، وعينه على النقطة الثانية، عينه
على النقطة الثانية مع المضمر سالم بن حمد المخيبي يتقدم مع هذا الشعار وتضميره، بينما في المركز الثاني سيد يا سيد سيد الغادم من مدينة دبي من المرموم بالتحديد يتينا عتيج بن سالم بالعرض الحميري يبحث عن النقطة الثمينة في ختامي الختاميات. الله وراغب هناك راغب اللي غادم اللي واصل للرهاوي ناصر بن سالم بن سليمان الدعاني وطيارة اليبهوني، طيارة اليبهوني تتقدم لياتينا في هذه اللحظة. ياتي هنا سموال سموال علي بن سهيل اليبهوني الظاهري يتقدم بالطيارة يتقدم بالطيارة سمو اللي يتقدم نعم للتصحيح، بينما بن رشيد خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي ممثل أهالي جميرة ياهي من معركة ياهي من معركة. وين واصلين الكيلو والمتر الأخير الكيلو والمتر النهائي جولة الأوامر جولة الأوامر النهائية. وهناك عزام 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 فالح بن ياسر بن فالح الشامسي إلى زاخر إلى زاخر ولا ولا أيضا يتقدم هناك شاهين حاتم بن سعيد بن عقيدان العويسي آل السلطنة يبحثون عن السلطة يبحثون عن السلطة بناموس الشوط، ولكن بالروية بالروية يتقدم الآن ليأتي مع أيضا العقربي العقربي أحمد بن محمد بالروية الخيالي الخيالي، ولكن عقدها بن عقيدان عقد الفوز وراح إلى السلطنة راح إلى أهالي جعلان بن أبو حسن وإلى أهالي فلي. المشايخ يستأهلون الفوز يستأهلون الانتصار مع هذا الانطلاق الذي يقدمه شاهين مع الصدارة الأولى. حاتم بن سعيد بن عقيدان العويسي ومشكور يا عبيد يا بن حمد يا العويسي اللي الضمرة ينتزع الفوز والانتصار ولحظة وصوله إلى خط النهاية، بينما في المركز الثاني العقربي لأحمد بن محمد بن روية الخيالي، المركز الثالث سالم بن سعيد بن منارة، بينما في المركز الرابع المركز الرابع وصل مرضي لمظفر بن غلام بن موسى البلوشي، بينما في المركز الخامس وصل مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام كان الوصول من الحذر لعبد الله بن سعيد بن عبد الله الظاهري. هذه النتيجة للثلاثة للخمسة المراكز الأولى، ولكن استطاع بن عقيدان يهدي السلام إلى أهالي السلطة إلى أهالي جعلان بن أبو حسن ينتزعون الفوز والانتصار. ها هو شاهين مع هذه اللقطة من مخرجنا العزيز من قناة يأس الرياضية ولحظة وصوله إلى خط النهاية. سجل مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام 8:56 ستة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لحاتم بن سعيد بن عقيدان العويسي، بينما وصل في المركز الثاني العقربي لأحمد بن محمد بن روية الخيالي. سجل 8:08 من الثانية، تهانينا لأحمد بن محمد بن روية الخيالي، بينما في المركز الثالث كان الوصول من شعار بن منانة الذي وصل في المركز الثالث 9:03:06 من الثانية، تهانينا لسالم بن سعيد بن منانة وتهانينا لجميع الفائزين. مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل طبتم وطابت أوقاتكم جميعا بكل خير ومحبة وسرور، نحييكم.